صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون الإنسان صادقا مع الله لأجل أن يكون من الصديقين؟ يكون صادقا مع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصدق ويتحرى الصدق، يصدق لا يزال يصدق في أقواله وأفعاله مع الله ومع الناس ويتحرى الصدق، فلا يقول ولا ينقل خبرا إلا وهو متحقق من صدقه، ولا يحدث بكل ما يسمع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا إذا ضربتم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا من الأمر. فعليه أنه يتحرى الصدق ولا يستعجل في الأمور. نعم.